أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. في حلقة الليلة سنسلط الضوء على أداء نشاطات الخدمات المالية غير المصرفية في 2020، وهذا من خلال لقاءات أجريناها مع مسؤولي بعض القطاعات في الهيئة العامة للرقابة المالية وأيضا الخبراء في السوق. لكن البداية دائما بأهم أخبارنا المحلية. قالت وكالة بلومبرج إن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم إذا وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 100% العام الجاري، مشيرة إلى أن مساهمة مصر في الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي خلال 2019 بلغت 1%. وأوضحت الوكالة أن مصر تخطط لاستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتصبح أحد أهم المصدرين للقارة الأوروبية التي تستبعد حالياً الوقود الأحفوري وتتجه نحو مصادر الطاقة النظيفة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وما هي قراءتك لتقرير وكالة بلومبرج؟ بلومبرج طبعا على ضوء تشغيل مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط، وهو من الوحدات الكبيرة الحجم من السايز الميجا سايز، وده حجم انتاجه كبير بالمقارنة بالوحدات المقارنة. فبالطبع في بداية تشغيله كان التقطه من اول فبراير اللي جاء في نهاية فبراير القادم ان شاء الله، فواضح جدا حجم الكميات التصدير. فده الخبر بيتفشى مع بداية تشغيل وحدة الإساءة أو وحدة الإساءة بدمياط، وتنضم إلى وحدة الإساءة بإسكو اللي بيتم جزء منها باتفاقية مع الشركاء الأجانب. وبالتالي هنا حجم تصدير مصر بينعكس بكثير بلومبرج في تصبح من دول العشرة الكبار في العالم. طبعا واضح جدا في توقيت هذا التوقيت، خصوصا في تقييد فبراير، ان مصر استهلاكها من الغاز بينخفض بشكل نتيجه انخفاض الاستهلاك نتيجه عدم لجوء المواطنين الى تشغيل اجهزه التكييف بشكل ضخم جدا، وكمان انخفاض درجه الحراره بيؤدي الى زياده محطات توليد الكهرباء، انخفض حجم استهلاك الغاز الطبيعي في العديد من الاستخدامات المرتبطه بالغاز الطبيعي. وبالتالي هيكون هناك فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره. نعم. طبعا انت عارفين كل تصدير الغاز المصري في اتجاه اوروبا. وبالتالي ده بيقول ان احنا يعني ان شاء الله ماشيين في خطى مميزه. طيب هل وصلنا للإنتاج في حقل ظهر إلى 100% أم يعني لم نصل إلى الطاقة القصوى في الإنتاج؟ حتى الآن إحنا عندنا الطاقة، عندنا القدرة على استخدام حقل ظهر في توليد كميات أكبر من الغاز الطبيعي من القائمة حاليا. إحنا بنولد من حقل ظهر أقل من 3 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، ولكن عن حقل ظهر لديه القدرة لتوليد 3.2 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، وده مرجوعه زي ما أنا قلت لحضرتك إن احتياجاتنا من الغاز الطبيعي في الوقت الحالي منخفض إلى حد ما نتيجة دخول فصل الشتاء اللي هو منخفض احتياجات الطاقة بشكل كبير. نعم، اهتمام العديد من الشركات العالمية ذات الملاءة المالية الكبيرة بالدخول إلى السوق المصري من خلال توقيع عدد من اتفاقيات الاستكشاف في البحر الأحمر والمتوسط، يعني ما الآفاق التي تراها يعني من كل هذه الاتفاقات؟ ده الأثر الإيجابي من خطة مصر في الاعتماد على الغاز الطبيعي، ولكي تصبح مصر من الدول الكبرى المصدرة للغاز الطبيعي لابد من اكتشافات من الغاز الطبيعي، وبالتالي دخول كبار الشركات العالمية في حيات البحث والاكتشاف مع الجانب المصري، ده بيقول تلك الشركات الرؤى الكاملة من الناحية الفنية
ان هم ان استخراج هذا الماء المتوقع لإنتاج ضخم جدا من غاز الطبيعي في منطقه التواصل. طبعا شركات كبرى عالميه عندها ملاءه ضخمه ما بتتمش صرف اموالها كده عشوائي، ولكنها دراسات شبه مؤكده وتبقى متأنية جدا في دخول هذا المعترك في البحث والاكتشاف في منطقه شرق المطار. نعم، المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 772 مشروعا، وأضافت أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة في العام المالي الحالي تبلغ 64 مليارا و500 مليون جنيه، بزيادة تقدر ب 41% عن العام المالي السابق. ولفتت السعيد إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى نحو 49%. نشدت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكترونية للمصلحة حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع بنهاية موسم تقديم الإقرارات الضريبية. وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن تلك المنظومة الإلكترونية تستهدف مواكبة النظم العالمية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية. تتوقع مؤسسة التمويل الإفريقية مضاعفة إقراضها هذا العام محاولة لمساعدة الدول الإفريقية على التعافي من أثار جائحة كورونا، وتخطط المؤسسة الاقتراضي أكثر من ملياري دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية لتوفير الاحتياجات اللازمة للدول الإفريقية المتضررة. ووافق صندوق أوبك على إقراض 50 مليون دولار لمؤسسة التمويل الإفريقية، بينما يخطط الصندوق وحده لإقراض إفريقيا 450 مليون دولار هذا العام بارتفاع يقدر ب 9%. قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه سيتم قريبا إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، كما يتم العمل حاليا على استراتيجية مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وباقي المناطق الأخرى. وأضاف ولي العهد خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن مدينة الرياض تشكل نحو 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة، وأوضح أن المملكة تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، مشيرا إلى الإعلان عن أكبر مدينة صناعية في الرياض. هذا وقال بن سلمان إنه سيتم طرح المزيد من أسهم أرامكو السعودية خلال السنوات المقبلة، وأوضح أن المتحصلات ستحول لصندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخها في استثمارات داخل وخارج المملكة. وقال إن المتحصلات الناتجة عن مشروعات الخصخصة ستحول أيضا لصندوق الاستثمارات العامة، مما سيعزز قيمة أصوله ونمو أرباحه. هذا وارتفعت البورصة السعودية مع نهاية جلسات الأسبوع بنسبة 0.25% وأغلقت عند 8807 نقاط، مقابل تراجع في الكويت بخمس نقاط، وأيضا تراجع في دبي بأكثر من 1%، وهبوط في أبو ظبي بنهاية جلسة اليوم. أيضا مسقط والبحرين تتراجعان بنسب طفيفة. مشاهدينا، ونتابع الآن أداء العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
نتوقف مع فصل قصير ونتابع بعده المزيد في مال وأعمال. أهلا بكم من جديد. حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي عوائد بقيمة 123 مليار دولار خلال العام الماضي بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا، واستحوذت محفظة استثمارات الأسهم على نحو 12% من إجمالي العوائد بقيادة أسهم التكنولوجيا التي سجلت بمفردها مكاسب بلغت 42%، بينما سجلت استثمارات الدخل الثابت مكاسب بـ 7.5% خلال الفترة نفسها. وبنهاية العام الماضي بلغت القيمة السوقية للصندوق السيادي الأكبر عالمياً 1.3 تريليون دولار. تجاوزت إيرادات شركة أبل 100 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق خلال الربع المالي الأول من 2021، وارتفع صافي أرباح الشركة ليسجل 28 مليار و700 مليون دولار بنهاية الربع الأخير من 2020 مقابل أرباح بقيمة 22 مليار و200 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق عليه. وسجلت الإيرادات 111 مليار و440 مليون دولار في الربع المالي الأول من 2021 بزيادة 21% على أساس سنوي مقارنة ب 91 مليار و810 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام السابق عليه. هذا ونما اقتصاد الولايات المتحدة بـ 4% خلال الربع الأخير من 2020 على أساس سنوي، وزادت الصادرات الأمريكية بـ 22% في الفترة ذاتها، كما ارتفعت الواردات بـ 29.5%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة بنحو 1.14% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. نبقى في الولايات المتحدة، حيث تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 847,000 طلب في أسبوع، بتراجع يبلغ 67,000 عن الأسبوع السابق لتسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة ارتفع خلال الأربعة أسابيع الماضية بنحو 16,250 طلب ليصل إلى 868,000 طلب في الأسبوع الماضي. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، حيث سجل خام برنت 55.45 دولارا للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام نايمكس 52.52 دولارا للبرميل، بما يشكل هبوطا ب 16%. قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب تراجع خلال 2020 بـ 14% مقارنة بـ 2019 ليصل إلى نحو 3760 طنا، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها دون مستوى 4000 منذ عام 2009. وبلغ حجم طلب البنوك المركزية 273 طنا من الذهب العام الماضي بتراجع نسبته 59% عن عام 2019. وتراجع المعروض من الذهب ب 4% إلى 4633 طنا العام الماضي. وتحولت أسعار الذهب للارتفاع بنحو 17 دولارا خلال تعاملات اليوم مع هبوط الدولار الأمريكي وبعد بيانات اقتصادية، حيث صعد سعر العقود الآجلة للذهب ب 19% ليصل إلى 1865 دولارا و80 سنتا للأونصة، كما صعد سعر التسليم الفوري
ليصل إلى 1862 دولارا و60 سنتا للأونصة. فصل آخر في مال وأعمال، ونتابع بعده ملفنا الرئيسي لهذه الليلة حول تقرير هيئة الرقابة المالية لأداء النشاطات غير المصرفية. كونوا دائما معنا. أهلا بكم من جديد. تسببت تداعيات فيروس كورونا في خسائر فادحة للقطاع السياحي في العالم، خاصة فرنسا التي فقدت وحدها نحو 90 مليار يورو من عوائد السياحة نتيجة للأوضاع الاستثنائية التي فرضتها الجائحة. نتابع. شهد قطاع السياحة الفرنسي وضعاً كارثياً بسبب أزمة تفشي وباء كورونا، بسبب تراجع عائدات السياحة خلال عام 2020 بنسبة 41% لتصل إلى 89 مليار يورو، بعد تصريح وزير السياحة الفرنسي جان بابتيست لمويان أن عام 2020 كان بمثابة الصدمة، فقد فقدت السياحة الفرنسية أكثر من 60 مليار يورو من العائدات. أعمل بقطاع السياحة وهو أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الحالية. العديد من الشركات والوكالات التي تعمل في هذا المجال تعاني معاناة شديدة. المكاتب التي تنظم مؤتمرات، المزارات السياحية، برج آيفل وهو المزار السياحي الذي كان يسجل أعلى أرقام لزيارات يوميا صار اليوم خاليا، وبالتالي خسائر طائلة وساعات من السعي بحثا عن حلول بديلة. والمشكلة هي غياب الرؤية، فنحن لا نعلم الكثير عن هذا الفيروس خاصة بعد ظهور المتحور الأخير. في مهنتنا بالتحديد قد تعثرت بشكل كبير. نتلقى بعض الإعانات من قبل الحكومة، ونحن من جانبنا اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الركاب، مثل استخدام المطهرات ووضع حاجز يفصل بيني وبين الراكب. أستخدم المطهرات في كل مرة أفتح فيها الأبواب أو أضع حقائب الركاب في الخلف، وأطالب الركاب باستخدام المطهر فور دخول السيارة. على الجانب الاقتصادي لقد عانينا خسارة كبيرة بسبب هذه الأزمة. كان أكثر من 90% من عملائي من الأجانب، والآن تم تعليق كثير من الرحلات السياحية والفنادق والمقاهي التي لا تعمل، وبالتالي لا يمكن مقارنة دخلنا الآن بما كان عليه في الماضي. من جانبها أعلنت الحكومة الفرنسية أنه سيتم تقليل التدفق عبر الحدود اعتبارا من يوم الاثنين 18 يناير 2021 لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وسيتوجب على جميع المسافرين القادمين من البلد خارج الاتحاد الأوروبي تقديم فحص سلبي لكورونا لدخول الأراضي الفرنسية، والموافقة على تطبيق الحجر الصحي لمدة 7 أيام على الأقل. اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على النشاطات المالية غير المصرفية في عام 2020، ويعتبر قطاع التمويل متناهي الصغر من القطاعات الحيوية، حيث نمت أرصدة التمويل متناهي الصغر خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 40%، وفقا لتصريحات الدكتور أحمد حسين رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية. النشاط التمويل متناهي الصغر بيتكلم عن أنه يقدم التمويل لأي عميل بيحتاج تمويل في أي مشروع اقتصادي. المشروع ده ممكن يكون مشروع إنتاجي، مشروع حرفي، خدمي، زراعي، تجاري، وبحد أقصى مبلغ 100,000 جنيه. التمويل متناهي الصغر نجح في خلال فترة الست سنوات الماضية في القطاع المالي غير المصرفي من خلال جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية. وصل حجمها النهاردة لأكثر من 980 جهة ومؤسسة وشركة بعدد فروع تجاوز 2700 فرع في كل محافظات الجمهورية، إلى أنه يحقق حجم تمويلات تبلغ نحو 19 مليار جنيه بنهاية عام 2020. ال 19 مليار جنيه دول هم جزء من ال 42 مليار، وانا كهيئه رقابه ماليه بنعنى بالجزء الخاص بالتمويل غير المصرفي. ففي اطار الجزء الغير مصرفي ده التمويل متناهي الصغر قدر يفيد اكثر من 3.1 مليون مستفيد
في خلال هذه الفترة، والثلاثة واحد من 10 مستفيد دول وصل عدد الإناث فيهم نحو 62% تقريبا، يعني بنتكلم تقريبا 2 مليون امرأة استفادت من مشروعات التمويل متناهي الصغر. تم طرح أكثر من خدمة تمويلية للتمويل متناهي الصغر، أهمها كانت التأمين متناهي الصغر. والخدمة التأمين متناهي الصغر أحاطت كمظلة عامة للشمول المالي لعملاء التمويل متناهي الصغر من الأخطار، وبشكل خاص الأخطار الخاصة بخطر الوفاة أو العجز الكلي المستدام. على سياق آخر نقدر نؤكد على بعض المحطات الهامة اللي مرت في تاريخ نشاط التمويل متناهي الصغر الفترة الأخيرة، ويمكن أهم المحطات دي هي إصدار الهيئة في نهاية 2019 لمنتج جديد بمسمى النانو فاينانس أو التمويل الأصغر. وهذا المنتج هو الأول مرة بيعبر عن منتج تمويل رقمي متكامل من أول لحظة طلب العميل للتمويل وحتى نهاية حصوله على مبلغ التمويل وسداده للأقساط المستحقة عليه. وهذا المنتج يقدم من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودي حاجة جديدة بتنفذ يمكن في المنطقة العربية لأول مرة. النهاردة عندنا أكثر من 4000 عميل بدأوا يستفيدوا منه، وهو منتج بيستهدف صغار المشاريع اللي هي كمان ممكن تجد صعوبة في الوصول إلى مؤسسات أو جهات تمويل متناهي الصغر، وبيستهدف الفئات المحدودة قوي اللي بتكون محتاجة لمبالغ صغيرة جدا لا تتجاوز 3000 جنيه مصري، وممكن تشتغل بنسبة كبيرة جدا من المنزل، وتقدر تحصل النهاردة على تمويل، وتقدر تمارس نشاط تجاري أو نشاط صناعي أو خدمي حسب احتياجها، وتبدأ مع الوقت في تكوين تاريخ ائتماني لها قوي يساعدها في الحصول على مزيد من مبالغ التمويل في المستقبل. كما نجح سوق التأمين في امتصاص التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، محققا نموا في أقساط التأمين بقيمة 35 مليار و300 مليون جنيه. فما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟ سنتعرف على المزيد من خلال ضيفي أيمن حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة أليانس والخبير التأميني. حجم نمو أعمال قطاع التأمين كان 14% مقارنة بـ 19% العام السابق. من وجهة نظري ان حجم نمو الاعمال رغم ان هو اقل من العام السابق، لكن هو حجم نمو اعمال جيد جدا، خاصة في ظل ظروف احنا كلها واجهتنا جميعا في مصر ومستوى العالم، هي جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على بعض انشطتنا وايضا على الشركات العاملة في القطاع. لو هنتكلم أكتر على الأفراد، أكيد كلنا أو في كتير جدا مننا تأثروا بالجائحة، خاصة في بعض القطاعات العاملة زي مثلا قطاع السياحة، قطاع الانترتينمنت عامة تأثروا بشكل كبير جدا. فبالتالي في شركات وفي هيئات اضطرت أنها تقلل العمالة أو تقلل الدخول، وده أثر علينا كلنا. فبالتالي كان بعض الأفراد كان بتفكر دلوقتي إزاي أن هي تعيش حياتها اليومية، وأي مدخرات عندها أن هي تحافظ عليها بقدر الإمكان بحيث أن هي تواجه أي تداعيات أو أي مخاطر من أثار كورونا، بحيث أن حد في العائلة اتصاب لا قدر الله. فبالتالي الفكر بدأ يتغير شوية للحياة اليومية. تاني حاجة برضو الشركات العاملة في القطاع، يعني احنا في التأمين خاصة تأمينات الحياة هي بتعتمد على البيع المباشر، بحيث ان الشخص او الشخص المؤمن عليه بيبقى قاعد مع مندوب بيشرح له بنود وتفاصيل عقد التأمين. بالتالي برضو مع جائحة كورونا ده كان صعب شوية، خصوصا السوشيال ديستنس والميتينجز كانت قلت بدرجة كبيرة. فبالتالي ده كل ده أثر على قطاع التأمين بصفة خاصة. بس على الجانب المشرق من الموضوع، في بعض الشركات كانت مستعدية لمواجهة هذه الآثار بطرق مختلفة. في عدد كبير من الشركات اللي عاملة في قطاع التأمين ومثلها شركتنا قررت ان هي تستثمر في البنية التحتية من يمكن اكتر من 3-4 سنين قبل الجائحة، فبالتالي اصبح عندها اكتتاب الكتروني، اصبح عندها اصدار الكتروني، تحصيل الكتروني، كل الحاجات دي ساعدت برضو في مواجهة هذه الآثار
وأدت لنمو بعض الشركات أكثر من 14% وأكثر من 20%. من وجهة نظري قطاع التأمين في مصر لسه قدامه فرص كبيرة جدا وأفاق كثيرة. إحنا بنقيس نمو قطاع التأمين في مصر أو في أي دولة في العالم بنسبة الاختراق، وهي نسبة إجمالي الأقساط على إجمالي الناتج المحلي. في مصر النسبة دي أقل من 1%. لو بصينا مثلا في الدول القريبة مننا في الشرق الأوسط، مثلا لبنان، السعودية، الإمارات، النسبة دي تتراوح في حدود 3%. ولو بصينا للدول أكثر تقدما في أوروبا في مجال التأمين من قديم الأجل، النسبة دي بتزيد عن 6%. فبالتالي في فرص كثيرة جدا لنمو قطاع التأمين. ومن وجهة نظري برضو ان جائحة كورونا دي هتساهم في نمو القطاع بصورة اكثر، لان اعتقد ان كتير جدا، وده احنا شفناه فعليا في خلال سنة 2020، في كتير جدا من الافراد بدأوا يعوا اهمية التأمين، وخاصة لما بدأت شركات التأمين فعليا تدفع المطالبات مقارنة بالعوام السابقة، ونسبة المطالبات زادت كثيرا جدا في السنة السابقة. على سبيل المثال برضو في شركتنا احنا دفعنا أكثر من 80 مليون جنيه مصري مطالبات خاصة بجائحة كورونا فقط. فده بيدل على أهمية التأمين، والناس بدأت تشوف الموضوع ده. ما نحتاجه في الفترة المقبلة هو زيادة الوعي التأميني، وده دور الشركات العاملة في القطاع ان هي تستثمر اكتر في زيادة الوعي التأميني عن طريق الدعاية تحت مظلة الاتحاد المصري وهيئة الرقابة المالية. كلنا شفنا في 2020 ان كان في توجه كبير جدا من الافراد على السداد الالكتروني والمدفوعات الإلكترونية، زادت بنسبة كبيرة جدا، لان الناس فضلت ان هي تقعد في بيوتها وتعمل مشترياتها كلها عن طريق الانترنت. ده دخل معايا برضو القطاع المالي بصفة عامة، ان الناس بدأت تعمل تعاملاتها المالية عن طريق الانترنت، وتسدد الأقساط عن طريق ابليكيشن، عن طريق موبايل بورتل، او عن طريق حتى الكريدت كارد. التأمين هو بقاش دلوقتي رفاهية على قد ما هو احتياج فعلي، ان احنا في ازمات زي كده ان التأمين بقى يبان فوائده، والناس بدأت تفكر اكتر في فوائد التأمين، وان هي تفكر مستقبلا اكتر ما تفكر في يوم بيوم. الحاجتين دولت مع برضو بعض الإجراءات اللي اتخذتها هيئة الرقابة المالية، على سبيل المثال ان هي نهجت نفس النهج بنك المركزي في تأجيل او جعل شركات التأمين هي تأجل الأقساط المستحقة على العملاء، وفعلا تم تأجيلها حوالي 4 شهور وإعادة جدولة هذه الأقساط. ده برضو ساعد الأفراد ان هم يحسوا ان هم مش تحت ضغط سدادات أقساط، فبالتالي على بقوا على أريحية شوية، ان بدل ما في ضائقة مالية في وقت الجائحة ويلغي الوثيقة، لا، عمل إعادة. في كتير جدا من الأفراد عملوا إعادة جدولة للأقساط بتاعتهم، وده برضو ساهم في زيادة نسبة التحصيلات. كما يعد قطاع التمويل العقاري في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية التي نجحت في امتصاص التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، حيث حقق نمواً 31% خلال العام الماضي. نتابع مها عبد الرازق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري وماذا قالت عن القطاع. اللي فاتت بصورة عامة كانت من أحسن السنين لحاجتين: لقرار البنك المركزي إن هو يعفي الأفراد والمؤسسات إن هم يدفعوا في ظل الأزمة اللي حصلت في الكورونا بالذات في البدايات، إن هو يدفع الأقساط بتاعه لمدة معينة، فدي عملت نوع من الرياحة للعميل وخلته إن هو يقدر يكمل، وما أثرتش عنده إن هو يساعد في البيزنس بتاعه، ولو موظف برضو ساعدته إن هو يأجل الإقساط بتاعته. والحاجة التانية الأساسية إن إحنا شايفين إن الاقتصاد بصورة عامة في الطلوع، وده مؤثر على سعر الفايدة، فبالتالي التمويل العقاري إحنا بنتكلم النهاردة على سعر الإقراض بتاع البنك المركزي بأقل من 9%، وبالتالي إن إحنا بنسلف النهاردة تمويل عقاري بنسبة أقل بكتير جدا من سنتين فاتوا، ويعتبر وعاء ان الناس دايما متعوده ان العقارات من الحاجات اللي هي بياخدوها كنوع من الادخار. لما الفايده نزلت دلوقتي على الشهادات وصلت 10% و11% بحد اقصى لمده 3 سنين، فالنهارده الشهادات بقت مش مغريه زي الاول، وبالتالي رجعوا تاني الناس للعقارات.
ففي كذا حاجة حصلت زودت. المستثمر الصغير اللي هو كان عنده أكتر من عقار بيدفع، ابتدى هيدفع ضريبة عقارية، وابتدى يحس إن هو عايز فلوسه تاني، فابتدى يبيعها، ولما هو بيبيعها ما بقاش فيه المطور العقاري اللي بيسدد له لمدة 10 سنين و 12 سنة، فإن هو بيروح بيلجأ للشركات وبنوك البنوك عشان التمويل العقاري، وبالتالي يقدر يشتري هذا العقار، وممكن بيبقى مغري وسعره بالفايدة ممكن بيبقى تقريبا زي سعر المطور العقاري لمدة 12 سنة أو أقل. وفي حاجات كتير جدا موجودة في السوق بأسعار مغرية، لأن العرض يعني العرض كويس جدا، وبالتالي الطلب أقل، فاللي بيقدر النهاردة يقدر يشتري. الحاجة الثالثة كمان، لما صدر من البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل ووصل ان هو بيسلف لغاية العقار ب 2 مليون وربع بفايدة مدعمة، فده برضو من الحاجات اللي زودت محفظة التمويل العقاري. ده بالإضافة اللي هي وصلت اللي هو كان محدد لها 50 مليار لمحدودي ومتوسطي الدخل. فكل العوامل دي بتزود، هي اللي زودت، وأنا شايفة أن 2021 هتبقى كمان أفضل، لأن بسعر الفايدة أفضل، بالبنك المركزي لسه ناس كتير ما استعملتش الفوائد المدعمة سواء لمحدودي ومتوسطي الدخل، وخصوصا أن الأغلبية الموجودة في المجتمع هي هذه الشريحة، وهي دي الشريحة اللي هي محتاجة التمويل العقاري. ده بالإضافة للشرائح الأخرى، بنشوف دلوقتي الناس اللي عندهم شركات وعندهم أصول عقارية برضو بيلجأوا للتمويل العقاري، بالإضافة لمنتجات التمويل العقاري اللي هي بقت منتجات مغرية جدا. كان قبل كده التمويل العقاري بصورة عامة، دلوقتي في منتج الإيجارة اللي هو زي التأجير التمويلي، وإحنا عندنا وإن هو ممكن قطع الشيكات، ففي منتجات كثيرة جدا ممكن التعامل فيها. أنا رايحة الشركة أو رايحة البنك باخد تمويل عقاري، القطاع القانوني بيدرسها لي وبيشوف، والقطاع العقاري بيشوف لي السعر الحقيقي للوحدة بتاعتي، وبيشوف الوحدة دي هل عليها أي مخلفات ولا لأ، فبيحميني. وبالذات أن الدولة دلوقتي ما بقتش بتقبل الكلام اللي كان بيحصل قبل كده اللي هو حاجات تراخيص غلط أو أي حاجة مش موجودة. ووصل نشاط التخصيم ارتفاعه محققا معدل نمو سنوي قدره 6.16%، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11 مليار و300 مليون جنيه في عام 2020، بينما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 58 مليار و600 مليون جنيه خلال العام الماضي. نتعرف على المزيد من خلال ضيفي محمود السقة، رئيس الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر. النهارده بنتكلم في حوالي 20 شركة. اهتمام الدولة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ده بيدي فرص كبيرة جدا لنمو قطاع التخصيم، ويمكن نلاحظ ان عدد العملاء بيتزايد، فنلاقي العملاء مثلا في خلال السنه اللي فاتت من 320 عميل تقريبا وصلنا لحوالي 450 عميل، متوقعين ان ده يزداد. نفس المحفظه بتاعه التخصيم كانت سنه 2019 لحد شهر 11 كانت بتمثل حوالي 4.9 مليار، ف 2020 نامت بحوالي 45% وصلت ل7.5، متوقعين ان نسب النمو ده هي تزداد في الفترة اللي جاية، لان دي بتدعم قطاع مهم جدا في الاقتصاد، وده بتدعمه الحكومة وسياسة الحكومة اللي هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فممكن نتوقع انها توصل في حدود 10 مليار جنيه في السنة. بالرغم من جائحة كورونا لقينا ان في نمو جامد جدا، ولما تقارنيها بكافه القطاعات او مجالات التمويل المختلفه هتلاقي ان المجال ده النمو فيه زاد اكتر من يعني يمكن 4 أضعاف اي نمو قطاع تمويلي اخر موجود، لان ده بيساعد بسرعه جدا، مدته قصيره عاده، وبالتالي بيلف عدد دورانه اكتر في الاقتصاد، فده من ضمن النمو في الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي بتاعنا كمان ده هيساعد ان نمو القطاعات المختلفة، وبالتالي يساعد حجم العمليات التخصيم مع زيادة عدد الشركات وزيادة العملاء وزيادة الوعي في القطاع دوت، هيؤدي الى نمو الاعمال بتاعته. بالاضافة الى ان الهيئة الرقابة المالية كمان بتساند القطاع ودايما
بتعمل تعديلات في الشركات اللي هي تحت رقابتها بحيث تساعدها انها تؤدي اعمالها بسلاسة وبشفافية. وده ناتج عن حاجتين، يمكن من الحاجات اللي هي كانت قابلت شركات التأجيب التمويلي ان معظمها بيعتمد على تملك الأسيت نفسه، ففي بداية فترة الكورونا تأثرت هذه الشركات بالكورونا، نتيجة مثلا انك عايزة تسجلي عقود في الشهر العقاري كنتش عارفة تسجليها فأخرت. انما لو لاحظنا ان الأداء بتاع الشركات في خلال الربع الأخير من السنة لقيناها تحسن وابتدى ينمو، فطبعا مع نمو الاقتصاد متوقع ان الشركات بتاعتنا ده هي التنمو. بس طبعا عدد المتعاملين في التأجيب التمويلي اكتر بكتير من الشركات مثلا في التخصيم وكده، فعشان كده المنافسة فيها بتشتد وبتكبر. مشاهدينا هكذا نصل لنهاية مال وأعمال، أشكركم جزيلا على حسن المتابعة، وطبعا من يوم فريق العمل لكم كل التحية.